شكرا جزيلا لك. معنا أيضا من مكان الحدث من مدينة أبو سمبل الأستاذة رندا خالد الصحفية بجريدة الوفد. أستاذة رندا صباح الخير. صباح الفل. أهلا صباح بيك. الخير على حضرتك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بيك. صفي لنا الأوجاع لديك من أمام معبد أبو سمبل، والظاهرة الآن تحدث بالفعل نتابعها من أمام الشاشات، ولكن صفي لنا الأجواء عندك وردود الفعل المختلفة. الأجواء ازدحام كثيف، ازدحام كثيف جدا، يعني على ما أعتقد أنه مختلف عن الأعوام السابقة. ما عنديش إحصائية مؤكدة بالعدد حتى الآن، ولكن ازدحام كثيف جدا، المعبد بأكمله مزدحم. عايزة أقول كمان إن الفرق الفنية في 18 فرقة مشاركة، منهم 8 فرق فنية دولية وفي 10 فرق محلية. الناس كلها منبهرة، في وجود أجنبية كتير جدا، الوجود كلها منبهرة بالحدث، الناس بتلتقط صور تذكارية، أعلام 8 دول الأعلام بتاعتها متواجدة على ساحة معبد أبو سمبل. هو ده الـ 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 الحال، يعني هو ده المشهد الحالي اللي أنا بوصفه لحضرتك، خلاف ان كل فرقه من الفرق دي تابعه لوزاره الثقافه ووزاره الاثار، شغالين يعني بيعملوا فقرات استعراضيه للتعرف على الثقافه ومنتجين الزي الخاص بهم اذا كان محلي او دولي. وزاره الاثار ووزاره الثقافه بذلوا ومعاهم المحافظه بذلوا مجهود جبار في استخراج تلك الحدث بالشكل ده. رندا، وماذا عن الاستعدادات التي سبقت هذا الحدث والتي قامت بها محافظة أسوان ووزارة السياحة والآثار؟ كيف تابعت أيضا الاستعدادات التنظيمية؟ الاستعدادات كانت جيدة. امبارح تابعنا ان الناس كان بيدخلوهم قبلها بفترة، كان في تنظيم أثناء دخول المواطنين والوفود الأجنبية، كان في عروض مختلفة. أنا حضرت يمكن رابع مرة أحضر تعامد، لأول مرة شاهد الحدث ده بالفخامة اللي هي حصلت امبارح بالفعل. يعني كان في فقرات وألعاب نارية، وكان كمان في حاجة زي فيلم تسجيلي كده مسخر عن المعبد، وإزاي المعبد ده غرق وإزاي تم إنقاذه. كانت بلغات متعددة، خلاف الفقرات الفنية اللي اتقدمت، الفقرات دي كانت بتغني عن المعبد. فكانت فيها، كان في استعداد جبار. يعني عندنا كمان في توافد مكثف من الامن وايضا الفرق الطبيه، الاسعاف، الاسعافات، سيارات الاسعافات منتشره في كل مكان بحيث ان التعامل مع اي حاله اذا حدث. نعم، بشكرك. ده اللي حاصل يعني. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذه رندا خالد صحفيه بالوفد، اتمنى لك متابعه سعيده لهذا الحدث.